ازاي اعمل المياه الكرويه او الماء الكروي؟ موضوع مهم طالع اكلمكم عليه. من فضلكم الاول نشير الفيديو عشان يوصل للناس كلها والناس تستفاد، ومن فضلكم نصلي على سيدنا محمد في التعليقات عشان ناخد الثواب. ايه موضوع الماء الكروي؟ الجسم لما يعجز او لما يحصل له مرض او لما يحصل له التهاب او لما يجي له سرطان، الجسم يتحول الوسط الحمضي. يعني ايه؟ يعني البي اتش بتاعته اكتر من 7، هو ده اللي بيضر الجسم، وبالتالي محتاج مياه كرويه عشان تعادل الحمضيه دي وتضيعها، وبالتالي تضيع الالتهاب وتضيع الامراض وتضيع الشيخوخه وتضيع السرطان. ازاي يتعمل؟ هقول لكم ثلاث طرق سهله جدا. اول طريقه، هنجيب لتر ميه نحط عليه شرايح جزر شرايح بروكلي، نسيبه على مدار الليل، الصبح نصفيه ونشرب كوبايتين قبل كل وجبه بساعه. الطريقه الثانيه، شرايح خيار شرايح ليمون، نفس الكلام على لتر ميه على مدار الليل، يتصفى الصبح كوبايتين قبل كل ميه. الطريقه الثالثه والسهله والظريفه، ان احنا نجيب لتر ميه نحطه في قله فخار، ونحط القله فخار دي في مكان فيه هواء، فيه تيار هواء، تيار الهواء بيخش عن طريق المسام بتاعت القله ويأين الميه ويحولها للوسط القلوي. جربوا الثلاث طرق دول، مهمين جدا، هتفرق معاكم في صحتكم وفي نشاطكم، وهتخلص الجسم من السموم اللي اسمه ديتوكس. تحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.